Merhaba, işte ne kabibi. Hadi lokum, baharat. Kamir, kamir, küllü tezilat. Maşallah. Talele, talit, küllü habibi. Şükran. Hadol çay. Hadol çay zencebil. Hadol mango. Hadol mafasıl. Hadol roman. Hadol tufah vitamindi. Hadol mafasıl. Hadol halkum budul sıkır. Küllü tabi. السلام عليكم ورحمة الله. معكم قناة فلوغو تاويل بيتي شانيل. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة أو لطحتوا بالصدفة في هذا الفيديو، كنقول لكم مرحبا بكم. إن شاء الله يعجبكم محتوى القناة المتنوع، ما تنسوش تضغطوا على الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الفيديوهات ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نديكم في جوله من قلب مدينه انطاليا، نخرج شويه على جو الفندق وفي نفس الوقت نكتشفوا المدينه كيفاش دايره. الفندق تقريبا كيبعد على السونتر بشي ساعه تقريبا بحكم انه كيتواجد على البحر. احنا تفاهمنا مع واحد السائق كيقترحوا علينا تما في الاوتيل، في لاجونس كتمشيو كتشوفوا شنو بغيتو، ويا اما كتاجروا سياره بنفسكم وكتمشيو. صراحه راجلي ما قبلش، قالك انا اصلا ما عارفش المدينه كيفاش، ما عارفش فين غادي نمشيو، يعني الاماكن بالضبط غادي نضيعوا غير الوقت ويوقع لنا ستريس. وثاني حاجه السياقه في تركيا راه بحال راك في شي بلد عربي كيوقع فيها بزاف ديال ستريس، ماشي بحال هنا في اوروبا. فقال لي من الاحسن نشوفوا مع شي سائق، وفعلا درنا معاه التوقيت ديال الديبار في الوقت اللي غادي نمشيو فيه والوقت اللي رجع مورانا فيه. وبهكا خدينا راحتنا في الاسواق، والثمن درنا معاه 80 اورو يعني ذهابا وايابا، حنا انا ورجلي ووليداتنا. نزلنا حدا واحد المول سميتو ماركت انطاليا ودرنا نتلاقاو فيه من بعد المده اللي حددناها، لان حدا هذا المول كاين بزاف ديال البازارات والاسواق. ملي كدورو على اليسار ديال هذا المول غادي تمشي في واحد الشارع تقريبا 10 دقائق تما غادي تبداو الاسواق واللي غادي نديكم تكتشفوهم. طحنا في واحد السيده الله يعمرها دار سميتها خديجه، هي اللي بدات معايا الفيديو. عندها يعني بزاف ديال الحاجات، لوكوم الشهير ديال تركيا الرائع، رائع بزاف بزاف، والجوده ديالو الطوب وطري، يعني كيكون مصنوع من المكسرات اللي مقليه لداخل واحد لو كروكون كيحمق. عندها العطريه او البهارات، عندها انواع الشاي المختلفه والاكسسوارات. المهم الفيديو راه غيشرح راسو براسو. غادي نخلي لكم لاكارت فيزيت ديالها هنا، اللي بغى يتواصل معها او اللي بغى يمشي لانطاليا يعرف فين يمشي قاصد. وعلى فكره فهي كتقبل الطلبيات عن بعد، يمكن لها ترسل لكم الاغراض ديالكم عبر البوست. وفي اخر الفيديو غتشوفوا واحد المحل ديال واحد السيده هنا لاكارت فيزيت ديالها، اللي عندها محل كبير ما شاء الله وصلى عنبي، انا سميته مغاره علي بابا. تبارك الله الحوايج اللي عندها توب كاليتي واعره، ماركات عالميه ان او بطبيعه الحال، ولكن راه ما تعرفش الفرق فين كاين. واللي زوين نتوما غاديين في هاد الاسواق كتشوفوا الناس كتقدم الشاي بهذه الطريقه، هذه صراحه عجبني هذاك الجو التقليدي ديالهم. واكثر حاجه مشهوره في تركيا هي تقليد الماركات العالميه، لا من الملابس او للحوايج او للساعات، الاحذيه، المجوهرات والحليم، الفضه والذهب والسكان او الشنط اليدويه. البنات كيحمقوا الطوب والله ما تعرف الفرق بيناتهم، بحال راك في غالغي لافايت في باري. والاثمنه مناسبه بزاف وتقدروا تشاطروا بزاف، لانهم اصلا كيعرفوا التوريست ولا يعني كيخلصوا بالاورو راه كيبغيو يدوبلو ويتريبليو الثمن، ولكن ناقشوا على راسكم خصوصا في الظروف ديال الكوفيد ما كانوش كيجيوهم الناس بزاف، فكيبغيو يستغلوا الوقت. ولكن الله يحسن العوان، حتى حنا ما كرهناش نساعدهم، ولكن كتمشي يعني عينك ميزان. كيف ما كاينين الكشكات ديال العصائر المختلفه، الصراحه المنظر ديالهم كيشهي انك تمشي تشرب عندهم. ما شاء الله. اوكي شاي رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا الرمان. هذول ميغرين، اصماء، برونشيت، غريب. اوكي. كخر. يشرب بارد ولا حار؟ بارد. بارد. هذول حار. هذا حار. هذول حار. دقيقة شمي يا ربك ما يعني انطاليا. ما شاء الله. شكرا حبيبي. شمي.
واو قوي ما شاء الله. هذا ديال زكام ميغران اسما بروش اكرام اكرام كل تنزيلات هدول تفاح انرجي لك هذا شاي تفاح شاي تفاح مفاصل هدول اندر مفاصل بانيا فيتامين دي والتجاعيد شاي الرمان لل لازم ضغط يعني كوليسترول ضغط هذا كوليسترول اوكي ما شاء الله اشكال ونكهات والوان هذول ان امطاليا شويه عربيك تبارك الله ما شاء الله والله اوكي يا زمان بسم الله الرحمن الرحيم كوكلا ما شاء الله قوي 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 وبطبيعة الحال كتكون هذه فكرة ذكية نستعملوا الشاي بهذه الطريقة هذه مع ماء حار ونضعوه في الكيس خصوصا احنا مقبلين على فصل الشتاء وكتعرفوا النزلات ديال البرد كيفاش كتكون واحد الريحة قوية ما نقولكمش عليها ولكن كتساعدنا الجهاز التنفسي هذا مدام لوكوم سكوم بدون سكر لوكوم بدون سكر يس بدون سكر نو فابريكا هذا بروفاتيس رومان هالو بروكوري هذا الرمان بسم الله هذا بالرمان يس هذا الفندق فستق حليب هذا كله طبيعي ما شاء الله هذا الكنافة كنافة كنافة شوف من داخل هذا الكشي بدون سكر جرانات رومان هذا الرومان küşü diye betik. Hadol küşü bu budun sıkır. Hadol pistaşlı, hadol kokonuz, hadol zeliş, hadol çikolat, hadol artı çok güzel hadol kuvvet, hadol karamel. 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 Bismillah. Hadol yani gel gel merhaba selamun aleyküm. İşlonik, lokum, çay, taneli. Taneli merhaba. Selamun aleyküm. Merhaba, merhaba. Nasılsın abla? Teşekkür ederim. İkram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadol tabi loku. Hadol matun. Yani ya. Hadol kafe, hadol kafe, hadol karabiber. Yani hadol yani hadolun içine koyuyorsun. Şey yapıyorsun. Very good. Paketti. Hadol köfte, chicken. Okay, şuf ana. ما شاء الله. My name is Hatice. خديجة ما شاء الله. برياني هدول كفتة. برياني. كفتة. 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 شكرا. شكرا. هدول هدية. كنتمنى احبابي ما تزابوش الفيديو من الاول لاخير باش تاخذوا فكره على شنو متواجد في الاسواق حاولت ما امكن ندير لكم ملخص يعني من كل حاجه لان كيكون صعيب باش تصور وحنا صراحه مشينا في الصباح كنا 11 في هاد الاسواق اللي كانت خاويه شويه ما فيهاش الناس بزاف ولكن فقت الرجوع في العشيه وحنا راجعين تبارك الله وصل على النبي كاع الناس خرجوا لذاك البازارات ما تلقاش البلاصه فين تدوز ولا تدخل شي محل وتلقاه فارغ وفي الحقيقه حسنا هكا ملي جينا في الصباح كتكون الاسواق باقا فارغه كناخذوا راحتنا وفي نفس الوقت الوليدات كتكون عندهم طاقه وباقي شويه ما ملوش لان كتعرفوا الوليدات ما عندهمش مع الاسواق وفي نفس الوقت ما نقدروش نخليهم بوحدهم في الفندق لان باقيين صغار شويه في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الفلوقات الخاصه بمدينه انطاليا باش تاخذوا فكره اكثر بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوهمش الى عندكم اي سؤال احبابي او لأي ملاحظه يكفي فقط انكم تكتبوا لي في التعليق يعني كنتجاوب مع كل تعليق والى سبق لكم وصلتوا لتركيا شاركونا ايضا التجارب ديالكم في التعليق احبابي ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ونقول لكم فرجه ممتعه تهلاو لي فراسكم الى فيديو قادم باذن الله بسلامه
sen unutaram seni ömürlük düşmersen ya da sen yet bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen unutaram seni ömürlük düşmersen ya da sen seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben gedişim hiç gelmedi senin için hoşa gittim ben unutuldun sen benim için vefasız bir insan sana yaraşan ile tekliydir tek yaşa gittim ben unutuldun sen benim için vefasız bir insan sana yaraşan ile tekliydir tek yaşa gittim ben geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen unutaram seni ömürlük düşmersen ya da sen geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen Darım seni ömürlük düşmersen ya da sen geç bir
sefeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutarım seni ömürlük, düşmersen ya da sen. Seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben. Gedişim hiç gelmedi senin için hoşa gittim ben. Unutuldun sen benim için vefasız bir insan. Sana yaraşan ile tekliydi tek yaşa gittim ben. Unutuldun sen benim için vefasız bir insan. Sana yaraşan ile tekliydi.